بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا على قناه اميره وكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحه باذن الله. في الفيديو اللي فات اشتغلنا مع بعض الجزء الاول من المفرش، وان شاء الله النهارده هنكمل الجزء الثاني. يلا نبدا على بركه الله. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. السطر ال 14 بدايته عدد دفعي 4 سلاسل باعتبارهم عمود، اشتغلناه على العمود واحد، اشتغلي بعدهم 4 سلاسل. احنا هنا عندنا اشتغلنا في الورقة 4 سطور، السطر الخامس هيبقى اخر سطر من ورقة الشجرة واحد اتقفل معنا وتدينا شكل الورقة، فهنشتغل غرزة كلاستر من 5 اعمدة على كل عمود. عمود هتشتغلي كده على اول عمود عمود وتسيبي منه لفة على الابرة، على تاني عمود تسيبي منه لفة على الابرة، وعلى التالت على الرابع، يعني بنسيب من كل عمود لفة على الإبرة، وعلى الخامس. كده احنا عندنا 6 لفات، 5 بتوع الأعمدة واللفة الأساسية بناخدهم مع بعض كده بسحبة واحدة، فكده قفلنا ورقة الشجر الأولى وبقى ده كده شكلها. هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وعلى العمود هتشتغلي 3 أعمدة، وده هيبقى أول سطر في الورقة الجديدة. يعني هنا خلاص خلصوا معانا، دول هيخلصوا وهتبدأ معانا ورقة شجر جديدة على الجنبين. فهتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، ده كده أول ايه سطر في الورقة. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، وجوه السلاسل اللي ما بين العمودين هتشتغلي عمود سلسلة عمود. يعني زي ما اشتغلنا تحت كده عمود سلسلة عمود، 3 سلاسل، وهنشتغل كده 3 أعمدة على العمود اللي بعد السلاسل، وهتبقى دي أول سطر في ال هيبقى ده أول سطر في الورقة التانية. كده عمودين وكده تلاتة، ده كده الشكل عندك تمام. اشتغلنا غرزة كلاستر من 5 أعمدة وبعدها 4 سلاسل، 3 أعمدة على العمود 3 سلاسل، وجوه السلاسل اشتغلنا عمود سلسلة عمود وبعدهم 3 سلاسل و3 أعمدة، ودول كده ورقتين الشجرة اللي هيبقوا زي دول كده. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل زي ما كان عندك قبل الثلاث أعمدة، 4 سلاسل بعدهم 4 سلاسل، وهنقفل الورقة التانية، وده كده برضو خامس سطر فيها، فهنشتغل عليها نفس غرزة الكلاستر اللي من 5 أعمدة، على كل عمود عمود بتسيبي منه لفة على الإبرة. كده 4 وكده 5، هيبقى عندك 6 لفات بتاخديهم مع بعض كده بسحبة واحدة، وده اللي بيخلي ورقة الشجر يبان نهايتها كده تبان معانا ورقة شجر تمام. هتشتغلي 4 سلاسل، والعمود على العمود زي السطور اللي تحت، و4 سلاسل، ويبدأ بقى الجزء يتكرر معاكي من أول غرزة الكلاستر لحد الأربع سلاسل اللي بعد العمود، بتكرري الجزء ده كده لحد آخر السطر. آخر السطر بعد ما اشتغلتي آخر 4 سلاسل هتدخلي وتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر الخمستاشر بدايته هنرتفع 4 سلاسل باعتبارهم عمود، 1 2 3 4، وهنا هيزيد معانا عدد السلاسل وهيبقوا 6، يعني بعد ارتفاع العمود بنشتغل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، يعني احنا كده في اول السطر اشتغلنا 10 سلاسل. هتاخدي لفتين على الابرة، وهنا هنعدي من فوق غرزة الكلاستر، واحنا عندنا ده تاني سطر في ورقة الشجر، فهنزود عدد الأعمدة وهيبقوا 4. هتشتغلي زي تحت كده على أول عمود عمودين، 1 2، وعلى العمودين التاني والتالت هتشتغلي على كل عمود عمود، ده كده تالت عمود وده كده الرابع. كده بقى عندنا 4 أعمدة. هنا بقى هنزود سلسلة عن السطر اللي تحت، فهتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4،
وعندنا عمود سلسلة عمود، على أول عمود هتشتغلي عمود بعده بتشتغلي سلسلتين، يعني زادوا سلسلة عن السطر اللي تحت، كان هنا عندنا العمود بعده سلسلة، هنا بعده سلسلتين، وهتشتغلي على العمود عمود، ده كده هيبقى الشكل عندك. بعد كده هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهنروح على الورقة التانية وده برضو تاني سطر منها، هتشتغلي عليها 4 على 3 أعمدة، 4 أعمدة، واحنا بنزود في الورقة التانية على آخر عمود، فهتشتغلي عمود على الأول عمود على التاني، أما على التالت هتشتغلي عمودين، 1 2، ده كده الشكل عندك. خلصت معانا ورقة الشجرة اهي، تمام، الورقتين الأولانيين، وبدأنا في الورقتين رقم 2، هتشتغلي بعد كده 6 سلاسل، تاخدي بالك ان هنا بقى عندنا 6 سلاسل عشان المسافة هنا زادت، 1 2 3 4 5 6، هتاخدي لفتين على الإبرة وعلى العمود بتشتغلي عمود و6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، يعني هنا بقى عندنا 6 سلاسل عمود 6 سلاسل، وتعدي بقى من فوق غرزة الكلاستر، وبيبدأ معاكي التكرار بأنك بتزودي وتخلي 3 أعمدة يبقوا 4، يبقى التكرار عندك بيبدأ من أول عمود من الـ4 لحد الـ6 سلاسل اللي بعد العمود، هتكرري كده لحد آخر السطر، ده كده شكل السطر الـ15. اخر السطر بعد ما اشتغلتي اخر 6 سلاسل بتقفلي المنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع، وبكده بقى ماشي عندك هنا 6 سلاسل عمود 6 سلاسل. السطر 16 بدايته هترتفعي 4 سلاسل باعتبارهم عمود، 1 2 3 4، وهتشتغلي بعدهم 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، يعني أول السطر اشتغلنا 10 سلاسل. هنا هنزود وهنخلي الـ4 أعمدة يبقوا 5، فبنزود على أول عمود ونشتغل عليه عمودين، 1 2، وعلى الـ3 أعمدة هتشتغلي على كل عمود عمود، فهيبقوا 5 أعمدة، كده 3 أعمدة، ده كده الرابع، الخامس. احنا عندنا ورقة الشجر الاولى كانت عبارة عن 5 سطور، 1 2 3 4 5، اما دي عبارة عن 4 بس، فعشان كده ما اشتغلناش السطر اللي هو عبارة عن 4 أعمدة على كل عمود عمود. بعد كده هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وعندنا هنا عمود سلسلتين عمود، هنشتغل على عمود عمود و3 سلاسل، يعني زودنا سلسلة عن السطر اللي تحت، وعلى العمود عمود، هتشتغلي بعد كده 4 سلاسل، وهنشتغل على 4 أعمدة 5 أعمدة، هنزود على آخر عمود، هتشتغلي كده على أول عمود عمود، كده 2 3، كده اشتغلنا 3 أعمدة على كل عمود عمود، العمود الرابع والخامس بنشتغلهم على آخر عمود، كده ده الرابع، ونرجع تاني نشتغل على نفس العمود عمود، فكده بقوا 5، وده كده جزء عندك، وتالت سطر في الورقتين. هتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وتشتغلي على العمود اللي هو فوق بعض ده، العمود فوق العمود ده، هتشتغلي فوقيه عمود، و6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي بأنك بتشتغلي على أول عمود عمودين وتكمليهم بعد كده 5 أعمدة، يبقى الجزء بيتكرر عندك من أول 5 أعمدة لحد الـ5 أعمدة رقم 1 لحد الـ6 سلاسل اللي بعد العمود، هتكرري كده لحد الآخر، ده كده شكل الجزء عندك. اخر السطر هنقفل بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع،
السطر 17 بدايتها ترتفعي 4 سلاسل 1 2 3 4 باعتبارهم عمود. وهنا هنشتغل بعد العمود 5 سلاسل، يعني هيقلوا سلسلة على السطر اللي تحت. اشتغلي كده سلسلة 2 3 4 5، وده كده اخر سطر، سطر في ورقة الشجر دي. عندنا كده واحد سطر، 2 3، الربع هو اخر واحد. هتجمعي بقى كده الخمس اعمدة بغرزة كلاستر زي ما عملنا تحت كده. هتشتغلي على كل عمود من الخمسة عمود وتسيبي منه لفة على الابرة. كده 4 وكده 5. تاخدي بقى اللفات كده، عندنا 6 لفات، تاخديهم كلهم مع بعض كده بسحبة واحدة. فكده احنا قفلنا ورقة الشجر الاولى من الاتنين، 1 2 3 4، ده كان رابع سطر منها زي ما انت شايفة كده. كده بقى عندنا 2 من ورقتين الشجر فوق بعض. هنا برضو هتزيد معانا السلاسل، هتزيد سلسلة. فهتشتغلي بعد غرزة الكلاستر 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. التكرار هيبدأ معاكي من أول غرزة الكلاستر، يعني من أول ورقة الشجر الأولى. بعد غرزة الكلاستر بتشتغلي 5 سلاسل، تاخدي بالك كده إن هما زادوا سلسلة. احنا هنا عندنا عمود 3 سلاسل عمود، على أول عمود هتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، وده اول سطر في ورق الشجر الجديد. يعني احنا هنا عندنا هيبقى عندنا الفرع الشجر ده هيبقى فيه 3 من ورق الشجر، كل ورق كل 3، يعني 1 2 دول كده يعتبروا واحدة، وبعدين 2 فوقيهم يعتبروا 2، وده كده هيبقى اول سطر في الورقتين رقم 3. يبقى احنا كده نعيد تاني عشان ما نكونش لخبطتك. هتشتغلي كده غرزة كلاستر من 5 اعمدة، وبعدها 5 سلاسل، وبعدها 3 أعمدة على أول عمود. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، وتدخلي تشتغلي جوه الثلاث سلاسل عمود سلسلة عمود. زي تحت كده هتشتغلي 3 سلاسل، وعلى عمود بتشتغلي 3 أعمدة، ودي كده هتبقى الورقة التانية أول سطر منها. تمام، يبقى احنا كده زي ما انت شايفة كده احنا عندنا الفرع اهو في ورقتين وفوقيهم ورقتين بيخلصوا معانا، ودول بيبتدوا 3 ورقتين. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تاخدي بالك كده ان هنا الفرق زاد سلسلة، بقوا 5 سلاسل بعد غرزة الكلاستر، وهنا 5 سلاسل قبل غرزة الكلاستر. هتشتغلي غرزة الكلاستر عشان نقفل الورقة التانية. غرزة كلاستر من 5 اعمدة، كده ده تاني عمود، 3 4 5. تقفلي الأعمدة كده، تاخديهم اللفات بتاعتهم كلها مع بعض. كده احنا بقى عندنا ورقتين شجرة. هتشتغلي كام سلسلة هنا؟ 5 سلاسل، يعني قبل العمود عندك 5 سلاسل وبعده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبعدين بتشتغلي على عمود عمود. زي ما انت شايفة كده احنا عندنا العمود فوق بعض. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. وتاخدي بالك ان دول بقوا 5 سلاسل، وهنا برضو بقوا 5 سلاسل، يعني ما بين بس التلات اعمدة والعمود هما اللي 3 سلاسل، وما بين العمود والتلات اعمدة هما 3 سلاسل. فانتي بتكرري كده من اول غرزة الكلاستر لحد ال5 سلاسل اللي بعد العمود. هتكرري كده ونرجع نكمل. اخر السطر 17، بعد ما اشتغلتي اخر 5 سلاسل في السطر، بتدخلي على ربع سلسلة من سلسلة ارتفاع وبتقفلي بمنزلق.
السطر التمنتاشر بدايته هنرتفع 4 سلاسل باعتبارهم عمود، اشتغلناه على العمود. وبعدهم بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. احنا هنا هيزيد معانا عدد الأعمدة اللي ما بين الجزء والجزء اللي بعده، هيزيد بأننا هنشتغل على غرزة الكلاستر اللي هي نهاية ورقة الشجر، هنشتغل عليها كده عمود بلفتين. هندخل كده مطرح ما قفلنا الأعمدة. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. الجزء هيبدأ يتكرر معاكي من أول ما هشتغل معاكي دلوقتي. احنا عندنا 3 أعمدة، هيزيدوا هيبقوا 4، وده تاني سطر من ورقة الشجر التالتة اللي هما 3 فوق بعض كده. هتشتغلي كده عمود وعمود، يبقى احنا كده اشتغلنا على أول عمود عمودين، على التاني عمود كده بقوا 3، وعلى التالت عمود، فكده زدتوا معانا عدد الأعمدة وبقوا 4. 4 سلاسل، 1 2 3 4. وهنا هندخل على العمود نشتغل عليه عمود. احنا عندنا تحت عمود سلسلة عمود، هنشتغل على العمود عمود وبعده سلسلتين زي ما كنا بنشتغل تحت كده، وعلى العمود اللي بعده عمود، فكده بقى عندنا عمود سلسلتين عمود. يبقى احنا كده الجزء اللي هيكرر معانا هيبقى عبارة عن 4 أعمدة، 4 سلاسل عمود سلسلتين عمود، وبعدين 4 سلاسل و4 أعمدة. هتشتغلي كده على أول عمودين، على كل عمود عمود، واحد اتنين، أما التالت بنزود وبنشتغل عمودين، فكده زي هيزيدوا معانا ويبقوا 4. تمام، ده كده الشكل عندنا، ده كده ورقتين الشجر. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وعلى رأس غرزة الكلاستر مطرح ما قفلنا الأعمدة هنا كده، هتدخلي وتشتغلي عمود. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. يعني الفرق ما بين ال4 أعمدة والعمود 5 سلاسل، وما بين العمود والعمود اللي بعده 5 سلاسل. هتشتغلي على العمود اللي كان شغال معانا من الأول كده، على كل عمود عمود، ده سطور كلها فوق بعض، هتشتغلي عليه عمود. 5 سلاسل، وبتاخدي لفتين على الإبرة، وعلى غرزة الكلاستر بتشتغلي عمود. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. فاحنا هنا زاد معانا عدد العمود، احنا كان عندنا عمود واحد بس اللي هو ده، بقوا 3، 1 2 3، وما بين كل عمود واللي بعده عندك 5 سلاسل. فعندنا في الجزء ده بعد ال4 أعمدة عندنا 4 من ال5 سلاسل و3 من العمود. الجزء بقى اللي هيتكرر معاكي من اول عمود من ال4 لحد ال5 سلاسل اللي بعد تالت عمود اللي اشتغلناه على غرزة الكلاستر، بتكرري كده لحد اخر السطر. اخر السطر بعد ما اشتغلتي العمود على غرزة الكلاستر وبعده 5 سلاسل، هتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. وكده بقى عندنا ما بين ورق الشجر واللي بعده عندنا 3 من العمود و4 من ال5 سلاسل. السطر 19 بدايته هنرتفع 4 سلاسل، وكده يعتبر اشتغلنا عمود على عمود، وبعدهم 5 سلاسل. وهنا بقى على العمود هتشتغلي عمود، وهنا برضو هيبقى عندك ما بين ورق الشجر واللي بعده عندك 3 من العمود. كده اشتغلنا 2، واخر سطر بيكمله معانا 3. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وعندنا 4 أعمدة هنزودهم ونخليهم 5، واحنا كده ده تالت سطر عندنا في ورقة الشجر. هتشتغلي على أول عمود عمودين، والتكرار عندك بيبدأ من أول عمود من 5، وعلى كل عمود من 3 عمود، 1 2 3، فكده كملوا معانا ال5 أعمدة زي تحت. 4 سلاسل،
وعلى العمود الأول هنشتغل عمود ثلاث سلاسل، وعلى العمود اللي بعده عمود. بعد كده بتشتغلي 4 سلاسل، وبنروح نشتغل في ال5 أعمدة التانيين. عندنا 4 أعمدة، هنشتغل على أول 3 أعمدة على كل عمود عمود. كده اشتغلنا 3 أعمدة، هنشتغل على العمود الرابع عمودين، 1 2، فكده بقى عندنا 5 أعمدة. ده كده الشكل عندك تمام. وتكرر زي ما قلتلك من أول عمود من الخمسة. هتشتغلي 5 سلاسل عمود على عمود، 5 سلاسل عمود على العمود اللي بعده. خمس سلاسل عمود على تالت عمود، فكده بقى عندنا 3 أعمدة. 5 سلاسل، وبيبدأ بقى معاك التكرار، فبتشتغلي ال5 أعمدة. يبقى التكرار عندك من أول 5 أعمدة لحد ال5 سلاسل اللي بعد العمود. الجزء ده كده هتكرريه لحد آخر السطر. آخر السطر 19 هنقفل بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الإرتفاع. السطر 20 بداية هترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4 باعتبارهم عمود، وتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بعد كده بتشتغلي عمود على عمود، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وهنا هتخلص معانا ورقة الشجر، فهنشتغل غرزة كلاستر من 5 أعمدة، نجمع فيهم ال5 أعمدة مع بعض زي تحت كده. هتشتغلي على كل عمود عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة كده، 2 3 4 5، فكده اتقفلت معانا ورقة الشجر تمام. ده كده الشكل عندك، بقت ايه عندنا 3 فوق بعض. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. واحنا عندنا الرسمة عبارة عن 3 ورقات شجر فوق بعض، يعني 3 فروع كده، 1 2 3، كل واحد منهم 2، وهنا في النص هتتكون معانا في السطر ده ورقة شجر عريضة مختلفة في شغلها عن ورق الشجر اللي اشتغلناه ده تمام. فهنا هتشتغلي عندك عمود 3 سلاسل عمود، هتشتغلي على أول عمود عمود وسلسلة، وبتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي 3 أعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلة، عمود سلسلة كده، تاني عمود سلسلة، تالت عمود سلسلة، فكده بقى عندنا 4 من العمود تمام. بعد كده بعد السلسلة بتشتغلي عمود على عمود. يبقى احنا كده اول سطر من ورقة الشجر الاوتيكا هيبقى عريضة كده وشكلها مختلف، عبارة عن 5 أعمدة، 1 2 3 4 5 ما بين كل عمود وعمود سلسلة، فعندنا 4 من السلسلة، 1 2 3 4 تمام، 1 2 3 4. احنا التكرار هيبدأ عندنا من اول ورقة الشجر اللي قفلناها بغرزة كلاستر من 5 أعمدة تمام. بعد العمود الخامس هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي غرزة الكلاستر التانية اللي هنقفل بيها ورقة الشجر التانية كده، عمود وسيبنا منه لفة، 2 3 4 5، وبتاخدي اللفات مع بعض، وبكده احنا قفلنا الورقة التانية تمام. بقى ده كده الشكل عندك. هتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5
وعلى عمود بتشتغلي عمود. 1 2 3 4 5 خمس سلاسل وعلى عمود عمود. 1 2 3 4 5 وعلى عمود عمود. 1 2 3 4 5 وبيبدأ بقى معاكي التكرار لأنك بتشتغلي غرزة الكلاستر. التكرار عندك من أول غرزة الكلاستر الأولى لحد الخمس سلاسل اللي بعد تالت عمود. احنا في الجزء ده برضو عندنا ما بين ورقة الشجر واللي بعدها 3 من العمود بلفتين، ما بين كل 3 ما بين كل واحد وواحد عندنا 5 سلاسل، فعندنا 4 من الخمس سلاسل و3 من العمود. هتكرري الجزء ده كده لحد اخر السطر. اخر السطر بتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. 1 2 3 وجوه الرابع تقفلي بمنزلقة. احنا كده خلصنا الفرع بتاع الشجرة. 1 2 3 بقى عندنا 3 ورقات فوق بعض. 1 2 3 4 5 6 كل ورقتين مع بعض، يعني عندنا 6 ورقات، واحدة كده وواحدة كده. تمام، احنا دلوقتي اشتغلنا اول سطر من ورقة الشجر الجديدة اللي هي هتبقى في النص، وتختم بكده الفرع بتاع ورقة الشجر، يعني هيبقى عندنا فرع وفوق كده هيبقى ورقة. تمام، دلوقتي بقى هنشتغل في الورقة. السطر 21 بدايته هترتفعي 4 سلاسل باعتبارهم عمود. 1 2 3 4 وبتشتغلي 5 سلاسل. 1 2 3 4 5 على العمود بتشتغلي عمود وخمس سلاسل. 1 2 3 4 5 هنا برضو على غرزة الكلاستر هنشتغل عمود زي تحت كده. هتدخلي كده مطرح ما قفلتي غرزة الكلاستر وتشتغلي عمود. 1 2 3 4 5 تمام. احنا عندنا هنا التكرار هيبدأ من اول ما هشتغل معاكي في الورقة الجديدة. تمام، عشان يبان معانا بقى عدد الاعمدة هيبقى شكله ايه، يعني عدد الاعمدة بعد ما كان ما بين ورقتين الشجر دول هيبقى عدد الاعمدة ما بين ورقة الشجر وما بين ورقة الشجر اللي بعدها. هتشتغلي كده، احنا عندنا هنا 5 اعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلة. هتشتغلي على عمود عمود جوه السلسلة عمود، كده بقوا 2، على عمود عمود جوه السلسلة عمود، فكده بقوا 4 أعمدة. جوه السلسلة على العمود عمود وجوه السلسلة عمود، يعني بنشتغل على العمود عمود وجوه السلسلة عمود. تمام، على العمود عمود وجوه السلسلة عمود. فاحنا كده في الجزء ده اللي هو تاني سطر من الورقة اللي بتتكون معانا، اللي هتبقى ورقة زي ما انت شايفها شغلها مختلف عن هنا. هيبقى عندنا 9 أعمدة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ده تاني سطر منها. يبقى التكرار عندك من أول عمود من 9. بتشتغلي 5 سلاسل عمود على غرزة الكلاستر. 5 سلاسل عمود على عمود. 5 سلاسل عمود على عمود اللي بعده. 5 سلاسل عمود على عمود. 1 2 3 4 5 وعمود على غرزة الكلاستر. تمام، 1 2 3 4 5 وتبدأي بقى تشتغلي في الورقة. تشتغلي 9 أعمدة، على العمود بتشتغلي عمود وجوه السلسلة بتشتغلي عمود. احنا هنا عندنا ما بين ورقة الشجرة والورقة اللي بعدها هيبقى عندنا 5 من العمود ما بين كل عمود وعمود 5 سلاسل، يعني زادوا عمودين عن السطر اللي تحت. بقى عندنا 1 2
تلاتة أربعة خمسة عشان العمودين اللي زودناهم على غرزتين الكلاستر. فانت التكرار هيبقى عندك من أول عمود من التسعة لحد الخمس سلاسل اللي بعد العمود الخامس، تمام؟ هتكرري الجزء ده كده لحد آخر السطر. آخر السطر 21 هنقفل بمنزلقة على رابع سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 22 بدايته هترتفعي 4 سلاسل ودول بنعتبرهم عمود، بعدهم بتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5، تاخدي لفتين على الإبرة وعلى العمود بتشتغلي عمود 5 سلاسل 1 2 3 4 5 على العمود بتشتغلي عمود 1 2 3 4 5، تمام؟ احنا هنا عندنا 9 أعمدة، دول بتوع ورقة الشجرة العريضة، تمام؟ على أول عمود منهم هتشتغلي عمود، بعد العمود بتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3، تاخدي لفتين على الإبرة وهترجعي تاني على أول عمود. هنشتغل غرزة كلاستر من 3 أعمدة، أول عمود منها على أول عمود والتاني على تاني عمود والتالت على تالت عمود. فهتشتغلي كده على أول عمود عمود، بتاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لف، على التاني بتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لف، وعلى التالت برضه بتشتغلي عمود بتاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي ال4 لفات مع بعض. يبقى احنا كده على أول عمود اشتغلنا عمود وبعده 3 سلاسل ورجعنا تاني اشتغلنا عليه أول عمود من غرزة الكلاستر اللي من 3 أعمدة. هتشتغلي بعد كده 3 أعمدة على كل عمود عمود 1 2 3، هيبقى فاضل عندك 3 أعمدة هنشتغل عليهم غرزة كلاستر من 3 أعمدة. تشتغلي كده على كل عمود عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة. بعد كده بتاخدي اللفات مع بعض وبتشتغلي 3 سلاسل وعمود على نفس العمود، يعني على آخر عمود اشتغلنا تالت عمود من غرزة الكلاستر وبعده 3 سلاسل وعمود على نفس العمود. ده كده الشكل عندك، ودي كده هتبقى ورقة الشجرة عندنا، تمام؟ وهنا زاد معانا عمود على اللي هو اشتغلناه في الاول وعمود اللي اشتغلناه في الاخر، فهيبقى الفرق ما بين ورقة الشجرة واللي بعدها عندنا 7 من العمود بعد ما كانوا 5 في السطر اللي تحت. ده كده هيبقى اول عمود منه. هتشتغلي 5 سلاسل 1 2 3 4 5 عمود على عمود 1 2 3 4 5 عمود على عمود 1 2 3 4 5 وعمود على عمود 1 2 3 4 5 عمود على عمود. كده اشتغلنا 5 سلاسل وعمود على عمود. خمس سلاسل وصلنا ل9 أعمدة، بنشتغل عليهم زي ما اشتغلنا على 9 أعمدة اللي فاتوا. على أول عمود هتشتغلي عمود وبعده 3 سلاسل وبتشتغلي بقى بنفس الطريقة. أنا حبيت بس أشتغل معاكي كده عشان أوريكي هيبقى الفرق عندنا ما بين ورقة الشجر واللي بعدها كام عمود. فأنا هكمل ورقة الشجر دي زي ما اشتغلتها هنا كده. انا كده اشتغلت ورقة الشجر التانية نفس اللي اشتغلناه مع بعض، تمام؟ فاحنا كده بقى عندنا ما بين ورقة الشجر اللي هي دي كده بقت خلاص هي دي اتحددت معانا، تمام؟ والورقة اللي بعدها بقى عندنا 7 من العمود 1 2 3 4 5 6 7، زاد معانا عمود على اللي هو ده والعمود اللي هو اشتغلناه على الاول، تمام؟ فده كده بقى الشكل عندك. هتكرري بقى بنفس الطريقة كده من اول ما اشتغلنا مع بعض العمود 3 سلاسل لحد ما بتشتغلي ال5 سلاسل وبتكرري. هتكرري كده لحد اخر السطر. اخر السطر 22 بعد ما كررتي، وده كده الشكل عندك،
واشتغلتي الخمس سلاسل بتقفلي بمنسلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. السطر 23 بدايته بترتفعي 4 سلاسل باعتبارهم عمود، وبتشتغلي بعدهم 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. على العمود هتشتغلي عمود، خمس سلاسل، 1 2 3 4 5. على العمود اللي بعده بتشتغلي عمود، يعني احنا بنشتغل على الأعمدة 5 سلاسل، ولما بيقابلك العمود بتشتغلي عليه عمود، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وعلى العمود اللي كنا زودناه هنشتغل عمود، هنا هيزيد عدد السلاسل وهيبقوا 5. تحت كنا شغالين 3 فهتشتغلي 5، 1 2 3 4 5. وهنا احنا عندنا رؤوس لخمس اعمدة، غرزة الكلاستر عمود والتلات اعمدة يبقوا كده 4، وغرزة الكلاستر عمود، فكده عندنا رؤوس لخمس اعمدة. هنجمعهم مع بعض كلهم بغرزة كلاستر من 5 اعمدة عشان يدينا شكل ورقة الشجرة، يعني ده اخر سطر منها. فهتشتغلي كده على اول عمود عمود، تسيبي منه لفة على الابر، على التاني عمود وتسيبي منه لفة على الابر، على التالت عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة، وعلى الرابع، وعلى الخامس. احنا كده اشتغلنا على كل عمود من 5 عمود وسيبنا منه لفة على الإبرة، فبقى عندنا 5 لفات بتاعت الأعمدة واللفة الأساسية. هتاخديهم كده مع بعض بسحبة واحدة كده، دي كده شكل ورقة الشجر عندنا، قفلناها خلاص. بعدها بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتشتغلي على العمود عمود، تمام؟ يعني انت السطر كله هيمشي معاكي 5 سلاسل عمود على عمود، تمام؟ وهنا لما هتلاقي 3 سلاسل هتطلع فوقيهم هيبقى فيه 5 سلاسل، يعني كله 5 سلاسل، مفيش زي تحت كده 3 سلاسل او اي حاجة، مفيش اي اختلاف. الاختلاف كله ان لما هتلاقي رؤوس ال5 اعمدة هتشتغلي عليهم غرزة كلاستر عشان تقفلي ورقة الشجر. فهتكملي كده 5 سلاسل عمود على عمود، تمام؟ هتكملي كده بنفس الطريقة لحد ما توصلي للعمود. هتشتغلي 5 سلاسل وتشتغلي غرزة الكلاستر 5 سلاسل عمود، وبتكرري كده بنفس الطريقة. انا كده اشتغلت ورقة الشجرة التانية، فبقى عندنا كده هيبان معانا ان عندنا ما بين ورقة الشجرة واللي بعدها 7 من العمود، ما بين كل عمود وعمود 5 سلاسل. عندنا كده عمود، 2 3 4 5 6 7، تمام؟ بتكرري بقى بنفس الطريقة لحد اخر السطر. اخر السطر 23، بعد ما كملتي ووصلتي لاخر السطر هنقفل بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع، 1 2 3، جوه الرابعة كده بتقفلي بمنزلقة. احنا كده خلصت معانا الرسمة التانية اللي هي كانت عبارة عن فرع من ورق الشجر، تمام؟ خلصت معانا بالشكل اللي شايفاه ده، كان اخرها ورقة الشجر الكبير. السطر 24 بدايته بترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4، ودول كده بنعتبرهم عمود، اشتغلناه على عمود. هتشتغلي بعدهم 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، بتاخدي لفتين على الإبرة وعلى العمود بتشتغلي عمود، بعد العمود بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، على العمود اللي بعده بتشتغلي عمود. يبقى احنا بنشتغل 5 سلاسل وعمود على العمود، ما بنشتغلش جوه السلاسل، تمام؟ 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، عمود على عمود، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هيقابل غرزة الكلاستر، هتشتغلي كده على غرزة الكلاستر مطرح ما قفلنا الأعمدة، عمود على غرزة الكلاستر. فاحنا كده السطر كله هيمشي معانا عمود على عمود وبعده 5 سلاسل. الاختلاف الوحيد انك لما هتلاقي غرزة الكلاستر هتشتغلي عليها عمود، تمام؟ هتكرري كده 5 سلاسل وعمود على عمود، 5 سلاسل عمود على عمود،
تمام، هتكرري كده 5 سلاسل وعمود عمود على عمود، ولما تقابلي غرزة الكلاستر بتشتغلي عليها عمود. انا هشتغل لحد غرزة الكلاستر عشان اجي اوريكي الشكل هيبقى ايه. ده كده الشكل عندنا، واحنا هنا عندنا زاد عمود على غرزة الكلاستر، كان عندنا تحت 7 من العمود 5 سلاسل، هنا هيبقوا 8. هتعدي كده من اول العمود اللي على غرزة الكلاستر لحد ال5 سلاسل اللي قبل العمود اللي على غرزة الكلاستر اللي بعدها. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 من ال5 سلاسل عمود. هتكرري كده لحد اخر السطر 5 سلاسل عمود على عمود، ولما بتقابل غرزة الكلاستر بتشتغلي عليها عمود. هتكرري كده ونيجي نكمل مع بعض. اخر السطر 23، بعد ما اشتغلت السطر كله عمود 5 سلاسل، هنقفل بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. واحنا هنا عندنا في السطر العمود 5 سلاسل اتكرر معانا 96 مرة. احنا عندنا الجزء بيبقى عبارة عن 8 من العمود 5 سلاسل، والجزء بيتكرر معانا في السطر 12 مرة، 12 × 8 = 96. هتراجعي كده تتأكدي ان العمود 5 سلاسل متكررين معاكي في السطر 96 مرة. السطر 25 بدايته هتضيفي 4 سلاسل، ودول بنعتبرهم عمود اشتغلناه على العمود. هتشتغلي بعد كده سلسلتين 2 1 2، تاخدي لفتين على الإبرة، وهنا بنشتغل جوه السلاسل. هتشتغلي عمود جوه السلاسل، يعني بنزود عدد الأعمدة. بعد العمود سلسلتين، تاخدي لفتين على الإبرة وعلى العمود بتشتغلي عمود. بعد العمود سلسلتين 1 2 جوه السلاسل بتشتغلي عمود، سلسلتين تمام، وعلى العمود هتشتغلي عمود. السطر كله هيمشي معاكي عمود سلسلتين، تمام. مرة العمود هيبقى جوه السلاسل وبعده سلسلتين، ومرة العمود هيبقى على العمود وبعده سلسلتين، تمام. هتكرري كده بنفس الطريقة، عمود سلسلتين جوه السلاسل، عمود سلسلتين وعمود على عمود، تمام. يعني هتكرري بنفس الشكل ده كده، وبهنا وبكده هيزيد معاكي عدد الأعمدة وهيزيد الضعف. احنا تحت كان عندنا عدد الأعمدة 96، هنا هيبقى عندك 192. اخر السطر 25، بعد ما السطر كله مشى معاكي عمود سلسلتين، بعد اخر سلسلتين هتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة من سلسلة ارتفاع، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلتين. وبكده السطر 25 مشى معانا عمود سلسلتين متكررين معانا في السطر 192 مرة. ده كده شكل المفرش في السطر 25. احنا في الاول اشتغلنا الرسمة الاولى اللي كانت عبارة عن وردة، بعد كده اشتغلنا في الرسمة التانية اللي هي كانت عبارة عن فرع من ورق الشجر زي ما انت شايفة كده، فروع جنب بعض. وبعد كده اشتغلنا سطرين، والسطرين دول هما اللي أسسناهم عشان نشتغل في الرسمة التالتة اللي هتبقى عبارة عن مثلثات، وما بين كل مثلث واللي بعده عندنا أعمدة وسلاسل. وده كده شكل المفرش، وزي ما انت شايفة مفروض معانا. ودليله جنب المفرش. انا كده وريتك شكل المفرش في السطر 25، وزي ما انت شفتي مفرود معانا وشكله جميل، لا في تقوس ولا في كشكش. وكمان لسه لما نخلص المفرش ونكويه كده بمكوه خفيفه على ظهر الشغل هتتفرد معانا السلاسل وهيبقى شكله احلى كمان. ودلوقتي هنشتغل في الرسمه الثالثه من المفرش اللي هي هتبقى عباره عن مثلثات، ما بين كل مثلث واللي بعده اعمده وسلاسل. احنا كده اسسنا سطرين، سطر كان اعمده وخمس سلاسل، عمود 5 سلاسل، والسطر اللي بعده عمود سلسلتين. السطر اللي عمود سلسلتين متكرر فيه العمود سلسلتين 192 مرة. واحنا هنشتغل الجزء اللي هو عبارة عن مثلث وبعديه سلاسل، هنشتغله على 8 من العمود سلسلتين، تمام كده. فاحنا هنشتغل الجزء بدايته هتبقى على العمود اللي هو كان عندنا عمود من اول ما بدأنا الرسمة التانية، تمام، العمود اللي ماشي معانا ده بدايته، وهنبقى شغالين على 8 من العمود سلسلتين كده. أول عمود 2 3 4 5 6 7 8، ويبدأ معانا الجزء يتكرر للمرة التانية.
لما هيتكرر للمرة التانية هيتكرر على العمود اللي على ورقة الشجر، يبقى مرة الجزء بيبقى بدايته على العمود اللي كانوا فوق بعض من أول الرسمة التانية، تمام، لحد ايه الجزء التاني بيبدأ يتكرر على العمود اللي هو فوق ورقة الشجر، وزي ما قلتلك بيتكرر على 8 من العمود سلسلتين، فاحنا عندنا 192 من العمود سلسلتين. لما نيجي نقسمهم على الـ8 اللي هم هيتكرروا عليهم فهتلاقيه 24، يعني ابتداء من السطر 26 الجزء هيتكرر معانا 24 مرة بعد ما كان بيتكرر تحت 12 مرة، تمام؟ تاخدي بالك كده ان الجزء بيتكرر 24 مرة، فانا هشتغله معاكي مرة عشان الجزء طويل وانت هتكرريه لحد اخر السطر، وبيتكرر زي ما قلت لك 24 مرة. السطر 26 بدايته بترتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4 باعتبارهم عمود، واحدة تاخدي لفتين على الابرة، وهتدخلي جوه ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع تشتغلي عمود. فاحنا كده اشتغلنا على العمود عمودين، والجزء ده هيبقى هو اللي فيه أعمدة وسلاسل، وبيبقى ما بين الشكل المثلث واللي بعده، بتشتغلي سلسلتين ودول هيبقوا فرق ما بين الأعمدة والسلاسل والشكل المثلث. هتاخدي لفتين على الإبرة، هندخل نشتغل على أول عمود عمود، ناخد منه لفتين لفتين ونسيب منه لفة على الإبرة، تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمود، تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، وبعد كده بتاخدي اللفات مع بعض. احنا كده اشتغلنا غرزة كلاستر، أول عمود منها على العمود اللي بعد السلسلتين وتاني عمود جوه السلسلتين. بعد كده هنشتغل 15 عمود بالطريقة اللي هتشوفيها، هتاخدي لفتين على الإبرة وجوه السلسلتين هتشتغلي عمود. فاحنا كده جوه السلسلتين اشتغلنا تاني عمود من غرزة الكلاستر واشتغلنا عمود، ده كده اول عمود منه. هتشتغلي على العمود عمود، كده تاني عمود من 15 جوه السلسلتين هتشتغلي عمودين، 1 2 كده اشتغلنا 4 اعمدة بعد غرزة الكلاستر، على العمود بتشتغلي عمود، يبقى كده اشتغلنا 5 اعمدة جوه السلسلتين عمودين، كده بقوا 7، على العمود عمود، بقى عندنا بعد غرزة الكلاستر 8 أعمدة، عمودين جوه السلسلتين، كده بقوا كام؟ بقوا 10 أعمدة، على العمود عمود، كده 11 12 13، يبقى احنا جوه السلسلتين بنشتغل عمودين وعلى العمود عمود، كده 14، والعمود 15 بنشتغله جوه السلسلتين، تمام. يبقى احنا كده اشتغلنا غرزة كلاستر، اول عمود منها على العمود وتاني عمود جوه السلسلتين، بعد كده اشتغلنا 15 عمود بنشتغل جوه السلسلتين عمودين وعلى العمود عمود، اول بس سلسلتين اشتغلنا منها اول عمود من غرزة الكلاستر واشتغلنا او تاني عمود من غرزة الكلاستر واول عمود من الايه من الـ15. هنا بقى هنشتغل على اخر سلسلتين اخر عمود من الـ15 ونشتغل غرزة كلاستر من عمودين، اول عمود منها جوه السلسلتين وتاني عمود منها على عمود وسلسلتين. احنا كده بنعمل تناقص على اول عمودين وعلى اخر عمودين عشان يدونا الشكل المثلث، وهو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي، تمام. احنا هنا عندنا اشتغلنا غرزتين كلاستر وما بينهم 15 عمود، فبقى عندنا كده في السطر الجاي رؤوس ل17 عمود، الجزء هيبدأ يتكرر معاكي. ولما بيتكرر معاكي بيتكرر مرة على العمود اللي فوق ورقة الشجر، ومرة فوق العمود اللي هما كانوا ثابتين معانا كده من عند الرسمة التانية، تمام. فانا هكرره معاكي مرة وانت هتكرريه كده بنفس الطريقة لحد اخر السطر. اول حاجة احنا بنشتغل السلسلتين بعد غرزة الكلاستر، وعلى العمود بنشتغل عمودين، وده الشكل اللي هيبقى ما بين المثلث واللي بعده، هيبقى عبارة عن أعمدة وسلاسل، سلسلتين ونبدأ نشتغل في الشكل المثلث. وركزي معايا كده عشان هو ده اللي بيتكرر معاكي من أول السلسلتين اللي قبل العمودين لحد ما هنشتغل آخر غرزة كلاستر. هتشتغلي كده على أول عمود عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، أول عمود بعد السلسلتين،
وتشتغلي تاني عمود من غرزة الكلاستر وتاخدي اللفات مع بعض. فكده اختصرنا وبقى عندنا الوصل عمود واحد بس. احنا كده اشتغلنا عشان لما نيجي يدينا شكل المثلث بالحردة بتاعته. كده اشتغلنا اول السطر غرزة كلاستر، اول الجزء المثلث. بعد كده هتشتغلي 15 عمود، اول عمود منهم جوه السلسلتين. فكده ده اشتغلنا يعتبر عمودين، عمود من غرزة الكلاستر والعمود الاول. هتشتغلي بعد كده على العمود عمود وجوه السلسلتين عمودين لحد ما يكملوا 15. كده 2 3 4 5 6 7 8 زي ما انت شايفة جوه سلسلتين عمودين وعلى العمود عمود. كده 9 10 11 12 13 14 والعمود 15 بنشتغله جوه السلسلتين وبعده بيبقى غرزة الكلاستر اللي بتبقى في اخر المثلث. تمام، هتشتغلي كده عمودين اللي هو غرزة الكلاستر، اول عمود منهم جوه السلسلتين بتسيبي منه لفة، تاني عمود على العمود وتسيبي منه لفة، وبعد كده بتشتغلي السلسلتين ويبدأ تشتغل بتاخديهم مع بعض اللفات وتشتغلي سلسلتين ويبدأ بقى الجزء يتكرر معاكي. وهنا زي ما انت شايفة اتكرر معانا على العمود اللي فوق ورقة الشجر، وهنا هيتكرر معانا فوق العمود اهو، عشان تبقي واخدة بالك كده ومركزة عشان يبقوا ايه الشغل معاكي طالع مظبوط. هتكرري كده بنفس الطريقة لحد اخر السطر. تمام، اخر السطر 26. بعد ما كررتي وصلتي ان انت اشتغلتي اخر غرزة كلاستر، بتشتغلي السلسلتين اللي بيبقوا فرق ما بين الشكل المثلث وما بين الاعمدة والسلاسل. احنا في السطور الجاية هيبقى عندنا ما بين الشكل المثلث واللي بعده اعمدة وسلاسل. تمام، لما هيزيد معانا عدد الغرز بعد السلسلتين هتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة من سلاسل الارتفاع. احنا كده اشتغلنا لحد السطر 26 وكان اول سطر في الرسمة الثالثة. تمام، انا كده وصلت معاكي لنهاية الجزء الثاني من المفرش. ان شاء الله هنزل الجزء الثالث في اقرب وقت ممكن، ولما هنزله هنزل لينكات الثلاث فيديوهات في كل جزء. يعني هتلاقي في الجزء الاول لينكات الثلاث فيديوهات في صندوق الوصف، في الجزء الثاني هتلاقي برضو اللينك بتاع الثلاث فيديوهات في صندوق الوصف، وفي الجزء الثالث نفس الموضوع عشان يبقى سهل عليكي تلاقي. وان شاء الله برضو هنزل لك اللينكات التلاتة في تعليق مثبت، يعني لما تعوزي لو مش هتعرفي تخشي تعليق الوصف لسه جديدة على اليوتيوب ومش عارفة مكانه، فهتدخلي تلاقي تعليق مثبت كده تدوسي عليه هتلاقي التلات فيديوهات. انا كده وصلت معاكي لنهاية الجزء التاني، وان شاء الله نتقابل في الجزء التالت. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.